برضو على حاجة، لايك وشير وصلي على الزين. احنا عندنا الكورة والرياضة والفرق الرياضية بتواجه صعوبات كبيرة جدا في المحافظات، وعجبني النهاردة ان نادي سيتي كلاب برئاسة الرئيس التنفيذي محمد كامل بيعمل رعاية لنادي كفر الشيخ. كفر الشيخ بقاله كم سنة عم يقعد ينافس على الصعود للدوري الممتاز وما يصعدش. ماشي، كفر الشيخ طلع نجوم كبار جدا، محمد عامر ورضا عبد العال وعبد الحميد بسيوني وغيرهم يعني. فسيتي كلاب عمل رعاية مع نادي كفر الشيخ، وعاوز ان هو وقرر احتضان الملعب الرئيسي لنادي سيتي كلاب، احتضان تدريبات ومباريات كفر الشيخ، واعلان على الفانيلات وبتاع سيتي كلاب، وحاجه جميله جدا. بنتمنى ان كل المؤسسات الكبيره اللي في بلدنا ترعى الانديه الشعبيه والجماهيريه. شوف بقى، زمان كانت الشرقيه في الدوري الممتاز، المحله رجعت، المنصوره فرقه جباره، سطوحي وسعد سليط والشال والدنيا بحالها، وبدير والدنيا بحالها، واحمد شاكر رحمه الله عليه كان نص منتخب مصر من المنصور. برضو نتمنى ان الشركات تعمل كده. فانا بحيي محمد كامل صديقي وسلسله انديه سيتي كلاب على رعايتهم لنادي كفر الشيخ واحتضانهم ليها ودعمهم ليهم حتى الصعود الى الدوري الممتاز باذن الله تعالى. ربنا يوفقهم ان شاء الله ونراهم في الدوري الممتاز. هرد على اسئله حضراتكم. الحقيقه انكل قناه الزمالك بتقول ان تاجيل القمه كارثه، واحد اسمه عصام سالم وبيقول ما فيش اي سبب واضح واحنا هنرفض. طب يا ريت الزمالك يرفض. استاذ عصام سالم هو المتحدث باسم نادي الزمالك، حدث الاعلام، يا ريته يرفض. طارق شاهين بهزر معاك، ربنا يكرمك. شادي حسين، حبايبي سكان المنصوره. سامح احمد، لا لا كلامك عن شادي حسين غلط. ارشح كابتن ربيع ياسين للانضمام للجنه الكره بالنادي الاهلي. ما اللجنه في يعني لجنه متشكله، لما يبقى في اعاده تشكيله بقى بعد الانتخابات بعد سنه وعليك خير. ازاي اشرف صبحي نضيف وهو عدوته مزوره بناء على كلام مرتضى؟ تحقق فيها الجهاد بقى، انا بكلمك على الشخص، ما ينفعش نعاير حد بالوظيفه اللي كانت قبل كده. طالما انت شغال وبتجتهد وبتكافح بشرف وبتاكل لقمة عيش بالحلال، ده ما يسيئلكش يا استاذنا ولا يسيء لاي مواطن. لا اشرف ولا انت ولا انا ولا كل الناس اللي معانا. ايه المشكله يعني؟ كنت كذا واجتهدت واشتغلت وربنا رزقك بقيت كذا، اجي اقول لك يا اللي كنت كذا؟ ليه ما فيش تعديل وزاري ويشيلوا اشرف صبحي؟ اول حاجه التعديل الوزاري بعد ان افتتاح الدوره البرلمانيه يوم 9 يناير ان شاء الله، ونشوف ايه اللي هيحصل. اشرف صبحي وزير فاشل، والله رايك منور الدنيا كلها يا انكل محمود ماهر، ربنا يحفظك. احمد سيد نجم مصر، الله بنتعلم منك، انت عانيت من الظلم. محمد عفيفي، اوعى تظلم ابو تريك عشان انت عانيت من الظلم. يا ابني انا عمري ما اظلم حد، وانا بقى قلت رأي، بتكلم في راي كروي، انتوا ليه كبرتوا المواضيع؟ ويا عم ربنا يفك كربه ونشوفه هنا، اكيد هقابله يعني وهقعد معايا. منور الدنيا كلها خالد سيدنا النبي. مصطفى العشري، ابنك اعلامي شاطر، ربنا يحفظك. يا انكل اجاييك كسير الاصابه، ايه المانع بين الاهلي اللي يقيد القائمه الافريقيه ويسجل ورطه البواليا بدلا منه وجيراردو بدير سيرينيو؟ اقتراح منك، لكن نشوف لجنه الكوره رايها ايه وفكرها ايه، وده اللي هنشوفه في الايام القليله المقبله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.